أين هو الماضي؟ أين هو؟ دلونا عليه. أين يقبع الماضي؟ أين يجلس؟ أين يتقرفص؟ أين هو؟ أين هو المستقبل؟ ستقولون لم يخلق، غير موجود، الحاضر فقط هو الحاضر. ما مضى غائه، ما مضى فات، ما مضى فات، والمستقبل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ساعة؟ لا 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 لا، الساعة لا يمكن أن تكون حاضرا. الحاضر أضأل وأصغر وأقل بكثير وأقصر من أن يكون ساعة. ساعة ماذا؟ لماذا ساعة؟ لا لا لا، الحاضر أقل من هذا. لكن كم هو الحاضر؟ كم هو الحاضر؟ هذا سؤال من أصعب الأسئلة على الإطلاق، ليس الأصعب لكن من أصعبها، سؤال صعب. ما هو الحاضر؟ ما هو؟ أنا حين أقول لكم يا عباد الله، يا حرف النداء هذا، قبل أن، أيها الإخوة، أن أتمم اللفظ بالألف تكون الياء ذهبت إلى الماضي. يا راحت الياء، انتهت، خرجت، ليست حاضرة. وما إن أنطق بالألف يا حتى تكون ولت أيضا وهربت إلى الماضي. الحاضر دائما هارب، لا يتماسك، الحاضر دائما هارب. تقول لي هذه فلسفة فارغة، هذا المنبر متماسك، أنت تخطب عليه من سنوات، أنت متماسك، أنا متماسك، هذا السجاد كلها موجودة، وهذه عمره كذا وكذا سنة، هذا البناء عمره كذا وكذا، كيف تقول لي هارب؟ لا لا، سيأتيكم الجواب. المسألة أعقد من هذا بكثير. لست موجودا بالبساطة التي تظن، وليس هذا متماسكا، وليس هو المنبر نفسه في كل المراحل كما تظن. المسألة أعقد من هذا بكثير. لكن نرجع إلى حاضرنا، إلى حاضرنا. كم هو هذا الحاضر؟ تعرفون لماذا؟ لأنه أن هناك كائنات، موجودات، مخلوقات أبدعها الله، أبدعتها القدرة الإلهية، عمرها أيها الإخوة من لحظة ميلادها إلى لحظة دثورها وزوالها وتلاشيها قصير جدا جدا. تقول لي كم يعني؟ سنة؟ نحن نعيش 70 80 90 سنة، 100 سنة، أعطاكم الله طول الأعمار في طاعته وفي عافية، 100 سنة، كم تعيش سنة؟ لا لا لا، أقل من هذا، دقيقة، ثانية، ملي ثانية، 1/1000 ثانية، مايكرو ثانية، مايكرو سكند يعني 1 مليون، نانو ثانية، 1 مليار، 1000 مليون، بيكو ثانية، 1 مليون، مليون، تريليون يعني، فيمتو ثانية، فيمتو، حدثتكم مرة عن هذا. تقول لي أحمد زويل العلامة المصري الكبير هو يعني ارتبط كثيرا بالفيمتو ثانية، بالفيمتو ثانية، التفاعلات الكيميائية أيها الإخوة تجري في فيمتو ثانية، يعني في جزء من 1000 تريليون جزء من الثانية. إذا كانت الثانية هي يا، هنقول يا هذه ثانية، قسمها إلى مليون مليون، إلى 1000 الحقيقة، إلى 1000 مليون مليون، لأنه 6 و6 12 و3 15 مليون مليون اسمه تريليون، يعني قسمها إلى 1000 تريليون جزء، في جزء واحد بيكون إيه، تم التفاعل الكيميائي. لا إله إلا الله، هكذا في أجسام تتم التفاعلات بهذه الطريقة؟ نعم بهذه الطريقة، وهذا مش فلسفة، هذا علم، علم تجريبي، كيمياء وفيزياء طبيعية، كيمياء طبيعية وفيزياء. زويل أخذ نوبل على هيك، أخذ جائزة نوبل، وبيستحقها، بيستحقها 100 مرة حقيقة، خارق الرجل، عبقرية كبيرة جدا، تخيل، لأنه الرجل إيه، يتحدث وصنع ميكروسكوبا، ميكروسكوب يصور هذه التفاعلات. الآن هو إيه، ابتدع الميكروسكوب الرباعي، تصوير رباعي، شيء لا يكاد يصدق. نحن نعرف الفضاء ثلاثي، لا نصدع رؤوسكم. الرجل يتحدث كل أبحاثه، كل دراساته والجوائز التي حصدها، لأنه إيه، بتحرك في مستوى فيمتو ثانية، فيمتو ثانية جزء من 1000 تريليون جزء من الثانية. إذن في أشياء خلقها الله تحدث في هذا الزمن في جزء من 1000 تريليون من الثانية، شيء لا يكاد يصدق. تخيل، في أشياء تحدث في زمن أقل. الكوارك الثقيل، تسمعونه، جسيم بارتيكل فيزيائي اسمه الكوارك الثقيل، يعيش بيكو ثانية، بيكو ثانية يعني 1/10^-12 أو 10^-12، يعني جزء من مليون مليون جزء من الثانية، تريليون. البيكو العلاقة بالتريليون، يعني 10^-12، قسم الثانية، كلمة يا قسمها لايش؟ إلى مليون مليون جزء. هتقول لي مستحيل، كيف أقسمها؟ طبعا مستحيل، عليك مستحيل، وعليك مستحيل، كيف؟ العقل، الرياضيات فقط، غيرك مستحيل أن تقسمها بالمسطرة باليد، مستحيل.
إلى مليون مليون جزء، في جزء واحد من هذه المليون المليون هذا الجسيم بيكون إيش؟ استقبلته الحياة، رحبت به، عاش، تزوج، خلف أولاد، أحفاد، عمل صالحاً، عمل طالحاً، وودع. وبالعكس ويصنفه علماء الطبيعة أنه جسيم مستقر، يعني بيعيش حياة حلوة. جزء من تريليون جزء من ثانية بتقول لي هذه حياة حلوة؟ حياة حلوة. الآن السؤال، إذا كان هذا الجسيم أيها الإخوة، الكوارك الثقيل، بيعيش بيكو ثانية، السؤال ما هو حاضره؟ إذا حاضر وماضي ومستقبله كله في بيكو ثانية، عمره كله في بيكو ثانية، إيش حاضره هو طيب؟ وأكيد لو أوتي إيه ذكاء هذا، والله قادر على كل شيء، لو أداه قدرة أن يعبر عن نفسه، أن يخاطبنا، أن يخاطب إيه الأهل والأحباب والأصحاب والمعارف، سيحدثهم عما مر به من خبرات، وعن تأملاته، وعن استبصاراته أيضاً، وعن أماله المعقودة والتي إيه لم يسعفه القدر بتحقيقها وإنجازها، وعن وعن وعن. حقول له طبعاً كان عندي إيه لحظات صعبة مررت بها، حاضر، مر بلحظات إيه كانت صعبة جداً جداً، وكان عندي حاضر وماضي ومستقبل. عجيب. إذن إيش حاضر الكوارك الثقيل هذا؟ شيء مش طبيعي. بعد زي ما قلنا هناك الفيمتو ثانية، هناك الأتو ثانية، 10^18، يعني جزء من كم؟ من مليون تريليون. هيك حتصير، من 1000 تريليون، من مليون تريليون أيها الإخوة، من مليار تريليون، تريليون تريليون، يكتو ثانية، آخر شيء يكتو ثانية، يكتو سكند، 10^24 تريليون تريليون. هتقول لي في منه هذا؟ لا، هنشوف في ولا فيش. شيء لا يكاد يصدق. الحمد لله ان هذا علم. هذا مش دين ومش كتب مقدسة ومش كلام مشايخ ومش كلام صوفية، هذا علم، هذا علم الطبيعة، اوثق العلوم، اقوى العلوم. اصلا بسموها العلوم السولد، يعني الصلبة. هذه علوم صلبة، هذه قوية، منمذجة، مريضنة بالرياضيات، منمذجة بنماذج رياضية، وتختبر دائما اختبارات تجريبية امبريقية. مش تأملات فلسفية يعني هذه، وتهويمات تصوفية أو صوفية روحانية، لا 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 لا، هذا علم، هذا علم. واحد يقول لي صدعتنا يا رجل، عفى الله عنك وعنا. نرجع يا إخواني، إذا لدينا كما قلت لكم إيه، لدينا إيه الأت الثانية، 10^18، يعني تساوي كم هذه الأت الثانية؟ بتساوي جزء كما قلت لكم من مليون تريليون جزء. خلنا في المليون الحين، مليون 6 و12 18، من مليون تريليون. في قياسات للعلماء يعني تعتمد على هذه الأت الثانية، فيه الإلكترون، الإلكترون، الإلكترون أيها الإخوة، لكي يكمل دورة حول نواة ذرة الهيدروجين بحجمها المعروف للعلماء المختصين، يحتاج إلى 24 أت ثانية. احفظوا، 24 أت ثانية فقط، يعني يكمل هو في أقل من ثانية، في أقل من ملي ثانية، من مايكرو ثانية، من نانو، من بيكو ثانية، لا لا، فهمتوا؟ أقل أقل هو، بس يحتاج 24 أت ثانية. هتقولوا في الثانية الواحدة لما أقول يا أو الله كم دورة بكمل؟ بكمل، بتحسبها أنت عادي، بكمل 40,000 تريليون دورة. واحد يقول لي في مخلوق، ما هذا في كل ثانية الإلكترون بيعمل هذا، في كل ثانية هو بكمل 40,000 تريليون دورة، وهو متجلى على حاله أيضا، وفي ملك هو، ملك في هذا الفراغ الذري، قاعد بيلعب وبروح، وهذه حياته، هالقد نشيط، نشاط جنوني لا يكاد يتخيل، 40,000 تريليون دورة في كل ثانية، وهذا مطلوب منه. كلهم في فلك يسبحون، الله خالقه بيقول له لف اللفة، ويخضع الأمر التكوين الإلهي بهذه القدرة، عنده، عنده خلاص، الله خلقه بده هيك. بس الأرض من يوم ما الله خلقها حسب العلماء عمرها كم هي؟ 5 بلايين سنة، يعني 5 مليارات، يعني 10^9، ما كملتش 10^9 دورة، يعني ما كملتش كم؟ مليار دورة، ما كملت مليار دورة في 5 مليار سنة. وصاحبنا الإلكترون هذا الإيه الحقير الصغير بنشوفوش، بكمل في كل ثانية 40,000 تريليون دورة.
والدورة الواحدة بتاخذ منه كم؟ 24 أتو ثانية. نخلص الأتو ثانية اللي هذه إيه؟ 10 أو ناقص 18. نيجي على الزبتو، حدثكم مرة عن هذا، بس هذا مهم عشان نعرف الحاضر. وهتقول لي أيوه فهمت السؤال. هتقول لي الحين حاضرنا نحن بإيش يقاس؟ هذا السؤال، سؤال صعب جدا هذا. سؤال يهم علماء الفيزيولوجي، وظائف الأعضاء، بهم الفلاسفة، بهم الفيزيائيين، بهم الإنسان عادي. إيه فعلا فعلا حاضري كم هو؟ كم يمتد؟ واللي احنا مكتوب علينا ايه يا اخواني؟ ان نكون يعني كأن احنا ايش؟ ان الوجن يعني، ولا وهم هيك، استهام هيك، وهم بين وهمين، وهم اسمه الماضي ووهم اسمه المستقبل. لا هذا مخلوق ولا هذا موجود، وبنتحدث عن مضارع. هذا المضارع مش قادرين نمسكه احنا، صحيح؟ وينه هذا؟ جيب لي لحظة مضارع واحدة، جيب لي لحظة حاضر واحدة، تقدرش. انت بتنطق حرفين يا اخواني، عبين ما تنطق الثاني بكون الاول راح، عبين ما تخلص الثاني بكون راح ايضا. وين وين هذا المضارع او الحاضر الهارب باستمرار؟ ايش هل حقيقة الوجود مجرد واحد؟ دخلنا في المثالية الحين الفلسفية. لا لا، المسألة اصعب من هيك. وحنرجع نرجع يا اخواني مرة ثانية. في عندنا زبتو ثانية، زبتو ثانية 10 اس ناقص 21، زبتو سكند يعني 10 اس ناقص 21، أضفنا على 18 كمان 3، صح ولا لا؟ يعني مليار، يعني جزء من مليار تريليون. احنا قلنا هذيك جزء من مليون تريليون، حنقفز جزء من مليار تريليون زبتو. الحين واضح بالمنطق حنيجي ايش على جزء من تريليون تريليون. بعد المليار ايش بيجي؟ تريليون، يعني 24 او بالضبط يعني 10 مرفوعة الأس ناقص 24. يعني بدك تقسم الثانية، انت تقسم الزمن الذي تلفظ فيه كلمة الله، هذا اسمه ثانية، بدك تقسمه إلى تريليون تريليون قسم، يعني إلى مليون 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 مليون، 6 × 4 = 24. طيب وقسمناه إلى تريليون تريليون، قال لك جزء واحد منها هذه فترة زمنية. إيش الفترة هذه؟ لإيش هذه؟ في مخلوقات، في أشياء، في تفاعلات، في حركات. قال لك إيش هي؟ الزمن الذي يستغرقه الضوء، الضوء ليخت لايت هذا، لكي يقطع البروتون. يعني تقول لي البروتون تبع الذرة، مش الذرة نفسها، البروتون أو النيوترون، نيوكلون، هم اثنين نفس الشيء، نفس القطر. الضوء لما بيقطع المسافة هذه، طبعا الضوء سريع جدا، 300,000 كيلومتر في كل ثانية، يعني 300 مليون متر. اضرب في 10 بصير سنتيمتر، اضرب في 10 بصير ملي، وهنرجع لسه. طيب 300,000 كيلومتر في الثانية، سريع جدا جدا، يقطع الأرض كلها كما حدثتكم 10 مرات ربما قبل ذلك، يقطعها 8.5 مرات في ثانية. لما تقول الله بكون هو لف الأرض كلها 8.5 مرات، الضوء سريع جدا، هو الأسرع إلى وقت قريب حسب أينشتاين، هو الأسرع مطلقا. لكن الآن اكتشفوا إيه؟ إنه نيوترينو أسرع من الضوء، وبالتجربة ما فيش تجربة ثابتة. ساسو جران في إيطاليا يبعد عن سيرن في جنيف 730 كيلو، تخيل، هذه خطوط تحت الأرض علماء الفيزياء. وبعدين إيه؟ قذفوا بهذه الجسيمات الخفيفة وهي الأخف في الكون، نيوترينو، والأكثر تواجدا، تأتينا من الشمس ومن الفضاء الخارجي. شوف أنت في كل ثانية بيخترق جسمك في كل سنتيمتر مربع، شوف سنتي في سنتي، المساحة بيخترقها 70 مليار نيوترينو، ولا بشعر فيهن ولا بشوفن ولا بحسن ولا بشمهن في كل ثانية، وعلى كل سنتيمتر مربع 70 مليار، 70,000 مليون في كل ثانية. الحلم كله هذا الجسيم الصغير، الخفيف، هو الأخف، الجسيم الأخف والأكثر تواجدا، وفير جدا جدا في الكون، يتحرك أسرع من سرعة الضوء. في هذه التجربة 730 كيلو متر قطحن، أسرع من سرعة الضوء. الفرق قديش كان تقريبا؟ 20 متر سبق الضوء ب 20 متر، وهذه السرعة محسوبة جدا، تعتبر في هذه المسافة 730 كيلو، شو الضوء في الثاني 300,000 كيلو متر، هو سبقه ب 20 متر، إذن هو أسرع، إذن ثبت. وهذا تحدي كبير لنظرية النسبية العامة لأينشتاين، عشان كده مستحيل، ما يمكن توجد سرعة أسرع من سرعة الضوء. وجد يا أخواني، وجد، حدثكم مرة كيف القرآن أطلق إشارات أن هناك ما هو أسرع من سرعة الضوء. على كل حال سيبنا، هذه قضية ثانية بس عشان نعرف يعني،
انه هذه النيوترينات اسرع، نيوترينو اسرع من ايه؟ من الضوء نفسه. شيء محير، وهذا حيخلينا نعيد إيه النظر في اشياء كثيره، في نظريات وفي نماذج ايضا، وايضا في فهمنا للكون من حولنا. نبدا من اول وجديد تقريبا. مساله شاقه وعسيره. نترك هذا يا اخواني. فقلت لك ايش اللي بصير الان؟ بدنا نشوف احنا الضوء بهذه السرعه لما يقطع بروتون. هتقول لي قول لي قديش البروتون هذا؟ سنتي ملي؟ البروتون هذا يا اخواني من رتبه، على سكيل تبعه، من رتبه 10 اس ناقص 15 من المتر. يعني فيمتو متر. هو ايه؟ واحد فيمتو متر. فيمتو متر يعني. فيمتو متر. فيمتو. وقلنا ايش الفيمتو يعني؟ الفيمتو 1000 تريليون. قسم المتر الى 1000 تريليون قسم. ها؟ قسم واحد منها، هذا هو البروتون او النيوترون. في كم بقطعهن الضوء؟ ها؟ بقطعهن في يوكتو ثانية. أنا بعد بتحدث عن إيه؟ عن اليوكتو ثانية. عن اليوكتو ثانية. 10 أس ناقص 24 من الثانية. يعني قسم الثانية كما قلنا تريليون تريليون قسم. قسم منها اسمه اليوكتو. الضوء يقطع البروتون أو النيوترون في يوكتو ثانية. هتقول اتجننا خلاص. حق لنا. حق إيه لسكان إيه؟ البسيطة أن يتجننوا، أن يجنوا. هتقول لي في شيء نظريا على الاقل، نظريا في العمل ما فيش، ملوش مصداق، ملوش مصداق في الواقع. اسرع من هيك يعني زمن اقصر من هيك؟ في. لو سالت اي عالم فيزياء متخصص يقول له بدي انا اقصر زمن العقل الفيزيائي، الرياضيات تتوصل اليه، حيقول لك كرونون. حدثتكم عن هذا بالضبط، هذا كله ذكرته قبل ذلك، بس هذا مهم جدا لموضوع اليوم. الكرونون. واحد يقول لي شو الكرونون؟ الكرونون يا إخواني الضوء نفسه بسرعته هذه 300 ألف كيلومتر في الثانية حين يقطع طول بلانك. أنتم عارفين حرارة بلانك، زمن بلانك، جدار بلانك، طول بلانك، عفوا جدار كلها جدران هذه، طول بلانك، بعدين عندنا ثابت بلانك، هذه كلها حوائط، ويلز، فيندر، لا يمكن تتعدى. نظرية رياضية فقط. طول بلانك ايش هو؟ قديش؟ قد البروتون؟ أصغر من البروتون يا إخواني، كم؟ 100 مليون أو نقول 10 مليارات، هذه 10 لا، يعني 10 أس مرفوعة للأس 20، يعني 8، معناها 100 مليون، 100 مليون تريليون، 100 مليون تريليون. ليش؟ لأنه طول بلانك تقريباً من رتبة 10 أس ناقص 35 من المتر. شيء بفارق 20 صفر. 20 صفر هذول أنا. 20 صفر 100 مليون تريليون. هذا طول بلانك. لا ما في شيء. أنت لا يمكن تتخيل الذرة أصلاً كم هي صغيرة. فضلاً تتخيل البروتون. فضلاً تتخيل شيء أصغر من البروتون 100 مليون تريليون مرة. شيء جنن فعلاً، شيء جنن. يعزو بالعقل بتصوره. قال لك هذا إيه لما يقطع الضوء؟ في كم يقطعه؟ المسافة الزمنية بتحسبها أنت لحالك. أنتوا عارفين كيف إحنا بنحسبها؟ بنشوف المسافة على السرعة، صح؟ بطلع الزمن، المسافة على السرعة. المسافة إيش هي؟ 10 مرفوعة للأس ناقص 35 متر. السرعة كم؟ 300 ألف وكمان ألف. عشان إيه؟ الكيلو حيصير إيش؟ بالمتر. إذا 300 يعني 3 ضرب 10 أس كم؟ 3 و3 8 300 مليون يعني متر. قسم هذا على هذا بيطلع عندك تقريبا الجواب من رتبة 5 ضرب الجواب المحدد 5 ضرب 10 مرفوعة للأس ناقص 44. هذا اسمه كرونون. أصغر زمن لحد الآن العقل البشري تخيله. تخيل ملوش مصداق في الواقع، ما في، مستحيل شيء لا يكاد يصدق، لأنه ما فيش شيء بطول إيه؟ بلانك. مش ما فيش شيء بطول بلانك. ليش؟ اعتبارات فيزيائية معقدة. تخيل لكن هذا على الورق حسبوها. قال لك هذا. أنا عندي سؤال الآن. طب إذا ثبت وثبت إنه في شيء أسرع من الضوء، إيه معناه حيطلع عندنا زمان أقصر من ماذا؟ من الكرونون. حتقول لي خلاص إذا في شيء أسرع من النيوترينو بكثير لسه، بكثير بمراحل، هتقول الشيء بدي أعيده إلى قدرة الله. الله نفسه لا إله هو، قدرته، السرعة اللي يصدر فيها أمره لا إله هو. أنا هقول لك هذه
لا سرعة ضوء ولا مضوء ولا نيوترينو، الشيء لا يتخيل. هدولي خلاص شو انت معناها؟ الله لا إله إلا هو، يفعل وقادر يفعل في لا زمن أصلا، في لا حاضر، وبالتالي ما في عند الله حاضر بصير وماضي ومستقبل. شو حاضر وماضي ومستقبل؟ حاضر إيش وماضي إيش؟ بس سرعة هذه شفت. ولذلك دائما يقولوا وما كانوا سابقين، الله ما في شيء يسبقه لا إله إلا هو. هذول اللي بس هو قال يعني الا كلام حل بصر عشان يفهمك، يفهم بدو الصحراء، بده يحكي لك ايه باللغات هذه مين حيفهمها؟ بس هو دائما قال لك قد ما تفترض احنا اسرع، احنا ابعد، احنا اقوى، قد ما تفترض انه هذه مخلوقاتنا لسه شيء لا يكاد يصدق. ولذلك يا اخواني هذا السؤال صعب كثير كثير، مش كما تتوقعون انه حاضر وماضي ومستقبل. لا 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 لا، اي حاضر؟ عن اي حاضر تتحدث؟ انا عندي اقتراحات. قبل حوالي 50 سنة العلماء اقترحوا أن يكون الحاضر أيها الإخوة مقيساً مدلولاً عليه معرفاً بإيش؟ بأنه من رتبة 1 على 1000 من الثانية. قالوا هذا الحاضر، جزء من 1000 هذا الحاضر، وغيره ما فيش حاضر، روح بصير ماضي، ضعنا 1 على 1000. لا أنا حقترح شيء أحسن من هيك. أنا حقول لك حاضرك تعرف ما هو؟ أنا حتقول لي ما فيش حاضر أصلاً، في حواضر، وبالتالي فيش ماضي في مواضي، وفيش مستقبل في مستقبلات. صح مزبوط. ليش طيب؟ حتقول لي حاضري هو حاضر الإلكترون؟ مستحيل. هو حاضر الكوارك الثقيل بيعيش إيه بيكو ثانية؟ طبعا مختلف، مختلف تماما. هو حاضر النجوم اللي عايشة 5 بليون سنة؟ الأرض عايشة 5 بليون ولا مجرات عايشة إيه 10 بليون سنة؟ 10 بليون، 10 مليار يعني 10 مليارات سنة. حاضرة زي حاضري؟ شو حاضرة مطاطي هذا ممل طويل جدا جدا لحظة الحاضر عنده. فإذا في حواضر، أنا يهمني حاضري أنا كبشر، لأن أنا المتساءل، أنا الباحث، صح؟ أنا المعني، أنا المعني، أنا صاحب الهم والمشغلة، المشغلة الفلسفية والعلمية. إيش حاضري؟ أنا أقول لك بقترح اقتراح مني، حاضرك أقترح أن يحدد بمدى سرعة وعيك وإدراكك على ملاحقة الإيفنت أو الحدث. هتقول لي معناها المسألة عصبية، أنت بتحيلنا العلم الأعصاب طبعا رغما عني وعنك. هتقول لي طيب عصبيا، دخلنا في الطب الآن والفيزيولوجيا، عصبيا الرسالة تصل في كم؟ أقصى الرسالة عصبية في 1 من مليون من الثانية، مايكرو سكند يعني، بس مش نانوها، مش 1 من مليار. عد هيك وبنقف. هذا اللي احنا ايه الأسرع شيء عندنا الرسالة العصبية في الإنسان، بتصل في 1 مايكرو سكند، 1 جزء من مليون من الثانية. خلص هذا حاضرك. أكثر شيء بقدر أوزن لك أنا حاضر في الميزان وأتكرم عليك إني أقول لك حاضرك إيش؟ 1 مايكرو سكند. وغير هيك أنت حتقول لي يعني والماضي ما فيش ماضي، والمستقبل بالنسبة لي غير موجود. لا، المسألة أعقد من هيك عادي، انتبه.